المتظاهرين نفسهم عندهم مبدا ما يرجع للبيت اذا ما يحقق مطالبه، وهي مطالبه الحقوق الشرعيه يعني البسيطه هم يعني مطالب بسيطه، حكومه ما جاي تقدر توفرها ودخلونا بمتاهات وجاي يسوون تسويف وترويع، قتل الناشطين، قتل الناس المدونين، يعني فطببونا مطبات كبيره جدا، يعني المواطن اي ابسط حقوق ما جاي ياخذ. كلها للدولة وهذول المتحزبين الناس الكبار الفاسدين اللي مسيطرين على قوت الشعب. يعني احنا بلد نفطي، كل شيء عندنا، بلد زراعي، عندنا حتى اعداد هائلة شباب من الشباب يعني كثروة بشرية، زين هاي كلها ما جاي يستغلوها. والله المطالب واضحة جدا وانعادت ولا 100 مرة. مطالب الناس انه هذول البطاله، هاي البطاله الرهيبه اللي قضت مواجع الناس كلهم، لو يلم زباله، لو يبيع بطاله مال مي، لو يشتغل بالعماله، مهندسين بالعماله يشتغلون ما بيها شيء، لكنه ما يصير هذا الكفاءه انت تروح توديها على واحد جاهل. يعني شوف الناس كلها شبه معطله، المصانع معطله. أنا كان عندي مشروع بيه بال 50 عامل، لأن الوزارة التربية تطبع الكتب خارج العراق ما تعطيني شغل. يعني الوزير السابق محمد تميم ومحمد إقبال عرضت عليهم 40% جوا السعر اللي دا يطبعون بيه برا أو جوا، وعدة مرات وعندي وثائق دامغة بأن أنا عرضت عليهم 40% من جوا السعر اللي هم حاطين، مو أنا حاطه، حتى 50% جوا السعر وما يقبلون، لأن ذولاك يعطوهم رشوة رهيبة. دخلت هاي المظاهرات في كل بيت، واستطاعت أن تدخل في عقول كل العراقيين. ليش؟ لأن هاي الحركة اللي ظهرت، حركة المطالب الجماهيرية العراقية، نتجت لم تنتج من فراغ ولا من شيء اعتباطي، وإنما نتجت نتيجة معاناة دامت بحدود 16 سنة. وبالحقيقة الأفكار اللي طرحوها المتظاهرين والمحتجين في ساحات الاعتصام وفي كل مكان هي عبارة عن مطالب بسيطة وحقوق عادية يتمناها كل شعب. نطالب بتغيير النظام، نظام الحكم بالعراق، حكومة ما شفنا وراها خير صراحة، مو بس المحافظات الجنوبية، كل المحافظات تعاني، سواء الموصل، الأنبار، صلاح الدين، من نقص في الخدمات، مجاري. احنا في طبينا بال 2020 اي تغيير ماكو من قبل النظام السياسي بالعراق. واحنا اليوم جايين من محافظة البصرة معتصمين، من يوم 25 بالشهر جايين تعرضنا. عندنا اول ما ظهرنا في محافظة البصرة تم إصابة صديقي عبد الله، الآن جاي يشوفنا برشدة بلاتين، وهو الآن مريض مرض السكر، وما جايزين احنا. احنا اليوم من 25 بالشهر لحد الآن موجودين هنا بساحة التحرير وبساحة العز والفخر، وما نخاف. جاي يشوفون هاي قدامكم، يا حكومة استحوا، عيب عليكم، والله خجلوا، والله خجلوا، كافي، عار عليكم.